مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم في برنامج من الحياة. تتواصل لليوم الثالث على التوالي الحملة الاستفتائية لإقناع المواطنين بالتصويت بنعم أو بلا على مشروع تعديل الدستور، وسط تباين في المواقف بين رافض ومؤيد لهذا المشروع. في هذه الحلقة نتكلم على النقاط التي تثير الجدل في الساحة الوطنية، وهل هذه النقاط فعلا كما يقول المعارضون بأنها خطر وتهدد البلاد وهوية الأمة وغيرها من الحجج، أم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون كما يقول المؤيدون مزايدات في حق هذا المشروع الذي جاء حسبهم بالكثير من النقاط الإيجابية على غرار الحقوق والحريات، تنظيم السلطات وإشراك المواطن في بناء الجزائر الجديدة وغيرها من النقاط. وهل المواد الخلافية الآن بين الجزائريين تعود إلى أن كل شخص يفسرها على هواه، أم أن هناك ربما جهات تحاول جر النقاش كما يقول البعض إلى هذا الأمر، وغرس عند الجزائريين بأن هذا المشروع خطر على الأمة؟ حلقة اليوم ستكون أيضا مفتوحة للنقاش حول الفصل المتعلق بالعدالة، وما هي النقاط التي جاء بها المشروع لحماية السلطة القضائية من تسلط وتغول السلطة التنفيذية كما كان في وقت سابق. كل هذه النقاط ونقاط أخرى سنحاول طرحها على طاولة النقاش مع كل من السيد توفيق هيشور المحامي والقيادي بحركة عزم. مرحبا بك. أهلا وسهلا. حركة عزم قيد التأسيس يعني. أكيد. نعم. مرحبا بك سيد توفيق، وأسعد أيضا باستضافة السيد عبد القادر لكحل المحامي والناشط الحقوقي. مرحبا بك أستاذ لكحل. أهلا وسهلا الأخ. مرحبا بك. أبدأ أيضا معك أستاذ توفيق هيشور. تتواصل الحملة الاستفتائية لليوم الثالث على التوالي وسط تباين الآراء والمواقف حول هذه التعديلات التي جاء بها المؤسس الدستوري. اليوم رئيس الجمهورية من وزارة الدفاع قال بأنه يتمنى أن هذه التعديلات الدستورية تكون يعني أو تحوز على ثقة الجزائريين لوضع أسس جزائر جديدة. كيف تعلقون أستاذ توفيق؟ أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي والأستاذ زكي ولضيفك الكريم. بداية نحن تعليقنا في حول هذا الكلام ولهذا التصريح الذي قاله السيد رئيس الجمهورية، أنا أقرأه بأنه دعوة للتصويت بنعم للدستور. ولو أننا في الأصل أنه على رئيس الجمهورية أن يكون يلتزم الخط الوسط بين المؤيدين والرافضين لتعديل الدستور، ولا يتمنى، لأنه التمنيات أساسا في السياسة والآمال يجب أن تكون في خدمة الشعب وليس لرسائل مبطنة أو للانتخاب بنعم الدستور. هنا أتذكر ما قاله عبد العزيز بوتفليقة المخلوع يوما ما بأن حزبي معروف ولا غبار عليه قبل التشريعيات المزمعة، في إشارة إلى دعوة المجتمع الجزائري وشعب الجزائري إلى التصويت على الفلان. هي القراءة لهذا التعليق هو دعوة للتصويت بنعم، وهذا الشيء في نظري شيء مرفوض. الأساس أن نترك الشعب الجزائري أن يقرأ هذا الدستور ويستمع إلى الرأي، والرأي الآخر في الأخير هو حر في الانتخاب بنعم أو بلا أو كبيرة. نعم. كيف تعلق أيضا أستاذ لكحل عبد القادر عندما يقول الرئيس بأنه يتمنى أن هذه التعديلات الدستورية تحصل على ثقة الجزائريين في الفاتح من نوفمبر لتأسيس جمهورية جزائرية جديدة؟ نعم الأخ زكي، مساء الخير متفرجين. مساء الخير كرام. بالنسبة لما جاء في تصريح رئيس الجمهورية، نروح قبل التصريح الأول، قال تصوتوا بنعم أو لا. ثانيا عندي قراءة مخالفة للأستاذ الكريم. أنا بالنسبة لي عندما يقول الرئيس نتمنى، معناتها نتمنى أن تكون هناك نسبة مشاركة، ونتمنى أنه الشعب يروح يصوت بقوة بكثافة. على أساس واش؟ على أساس أنه حتى الموعد الانتخابي لرئاسة الجمهورية كان موعد ما داروش عبثا. أول نوفمبر هو الانطلاقة تاع الشرارة تاع الثورة اللي جاتنا بالاستقلال. إذا قال لهم ديروا ثورة فيما يخص التعديلات الدستورية، وما قال لهم تصوتوا بنعم أو لا، قال لهم نتمنى أنكم تروحوا بكثافة باش تنتخبوا. هذا الشيء اللي قال. قضية التعديلات الدستورية ستؤسس لجزائر جديدة سيد توفيق هيشور، هذه سترجع إلى الجزائريين عندما يصوتون بنعم، كيف أيضا ترى هذه النقطة؟ شوف، أولا أنا بداية نحب دائما نكون من منهج نقاش كالآتي.
هنا قبل ما نروح للتعديل الدستوري خليني نحكي لك شويه على المسار المنتهج في تعديل الدستور ونعقب على ما قاله الاستاذ في رمزيه اول نوفمبر. الحقيقة هو أول نوفمبر يوم عظيم لكل الجزائريين، ولكن هذا اليوم العظيم أنا أرى بأن نحيوه على المزايدات السياسية وعلى أنه يكون إرث جامع لجميع الجزائر، نرفعه على هذا الأمر. التعديل الدستوري الذي أتى به رئيس الجمهورية ولا لجنة العرابة في مساره معتل، لأنه في الأساس الدساتير في تأسيسها، وهذا احنا قلناه في حركة عزم في بيان وفي مبادرة سميناها مبادرة الإصلاح السياسي والدستوري، اقترحنا أنه التعديل الدستوري المقبل الذي يجب أن يلبي تطلعات المجتمع الجزائري والأجيال القادمة وينقلنا إلى وثبة حضارية حقيقية، لا يكون تعديله بنفس المنطق القديم بنفس الآليات القديمة، هي يلا نعيطوا اللجنة نقول له أعطينا تعديلات دستورية تعطينا مسودة أقل ما يقال على المسودة، نحكي على المسودة مازال مش الدستور في نسخته الأخيرة المشروع. تلك المسودة التي طرحت للنقاش احنا قلنا في حركة عزم أنها لا ترقى حقيقة لنقاش جدي. فبعدين الأصل أنه كانوا يعالجوا المسار الأعرج، على الأقل يشركوا الطبقة السياسية، على الأقل يشركوا الفعاليات السياسية، على الأقل قبل كل شيء يخلونا نحسوا بأن هنالك تغيير حقيقي، انفتاح سياسي، انفتاح الأفق السياسي. الآن الأحزاب التي تناقش الدستور وخاصة التي تقول بنعم قوية للدستور هي نفس الأحزاب التي كانت تقول ببرنامج رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، نحكي لك على الأفلان ولا الأرندي ولا الحرس القديم. فبالتالي أي متمعن للساحة السياسية الآن بكل حيادية ما يلقاش تأثيث جديد في الحياة السياسية، ما يلقاش دماء جديدة في الحياة السياسية، ما يلقاش ممارسة جديدة في الحياة السياسية، والأدهى من ذلك أنه لا يوجد منطق جديد في الممارسة السياسية، نفس المنطق القديم البالي، نفس الأدوات، نفس الآليات، ونفس النهج المعتل. لذلك فنحن في حركة عزم لا نرى بأننا حقيقة نسير إلى جزائر جديدة كما يروج لها الحرس القديم كما سميته هو، ولا حتى 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 السيد رئيس الجمهورية. فبالتالي احنا قلنا بأن المسار أعرج وأعوج ومعتل، وحتى التعديلات الدستورية التي ممكن نطرقوا لها في صلب الموضوع لاحقا فيها الكثير من التناقضات، فيها الكثير من الـ من الـ من, الـ من الأخطاء التي تمس حقيقة هوية المجتمع الجزائري وتماسكه. وإحنا قلنا في حركة عزم أن هذا الدستور يعتبر الدستور الأسوأ ممكن من خلال الموت في تاريخ سيد توفيق، يعني من بين التعهدات والوعود التي كانت عند رئيس الجمهورية وقضية تعديل الدستور، وقال من بين الأولويات التي سأفعلها عندما أصبح رئيس للجمهورية أثناء الحملة الانتخابية، وصوت علي الجزائريون بأنه سيعدل أو أولى الأولويات التي سيقوم بها هو تعديل الدستور، ألا تعتقد بأن هذا هو المسار الذي يمشي فيه؟ 5 ملايين صوتوا عليه بنعم وهو يمشي في الطريق الذي سار عليه. طيب تعديل الدستور هو مسار لابد منه، ولكن الدساتير في العالم التي يجب أن تعدل لا تعدل بهذه الطريقة، يعني الاختلال وين راه؟ احنا مانيش مختلفين أنه لازم نروحوا للتعديلات، ولكن نروحوا لتعديلات حقيقية، تعديلات جوهرية، تعديلات عميقة تؤسس لوثبة حضارية، تؤسس لجزائر حقيقة لخرج فيها. 50% تعديل مس هذا الدستور الحالي. لا ولكن ماهيش 60% حوالي. لا شوف احنا مازلنا نتراوح مكاننا في دستور البرامج. احنا دائما قلنا مرارا انه كاين نوعين من الدساتير، كاين دستور البرامج وكاين دستور القوانين. في الدستور الحالي هنالك تضخم كبير في مجال الحريات، هنالك ما نقولش ما لازمش نفتحوا الحريات، ولكن تركيز كبير فقط على الحريات، ومواد متناقضه في بعضها، حتى الاحالات الدستوريه تلقى ماده محاله الى ماده غير موجوده تماما، فالنسخه الختاميه لا ترقى حقيقه للاستفتاء. كذلك احنا تكلمنا على قلت لك على على المسار، احنا كنا نظن انه ولا نرى بضروره ندوه وطنيه مش تاسيسيه كما قلنا قبل الدستور يجمعوا فيها الحركات السياسيه، الاحزاب، المجتمع المدني، الاكاديمي، يتناقشوا على اي دستور تحتاج الجزائر، لانه الجزائر خرجت من محرقه سياسيه، خرجت من تصحير سياسي. كاين الاولى بسيد الرئيس انه يقول بضروره بعث الحياه السياسيه من الجديد، لانه من غير المعقول الاعتماد على برلمان فاقد للشرعيه في تمرير الدستور، من غير المعقول انه نفس الاحزاب القديمه يبقوا هما يناقشوا الدستور، وراه الانفتاح السياسي، وراه اعتماد احزاب سياسيه جديده، وراه منح
الحرية السياسية للأحزاب، هذا كله غير موجود. هذا كان يمكن أن يكون قبل تعديل الدستور، نديروا انتخابات شرعية مسبقة، يكون عندنا برلمان شرعي، وبعدها نروحوا لتغيير حقيقي ودستور حقيقي، يكون دستور قانون وليس دستور برنامج. هذا هو المسار الذي ترى سيدي، هذا هو المسار الذي كنا نراه ونحن ولازلنا نراه أنه المسار الأمثل. أما المسار الذي تعديل الدستور الآن أصبح واقع، يعني نعم أنا فاتح من نوفمبر سيصوت عليه الجزائريون. صحيح، الآن نحن أمام أمر واقع. أنا حبيت فقط نذكر بما قدمنا في حركة عزم ما يجب أن يكون الآن. أنا رانا أمر واقع، والمؤسف أنه كل الحكومات والسلطات المتعاقبة في الحكومات أقول، ولا كل التعديلات الدستورية التي مرت على الجزائر دائما تحط الطبقة السياسية أمام أمر الواقع، تقول لهم هاو الدستور ودبروا رأسكم. الأصل أنه مش هكذا يتم تعديل الدستور. إذا كولوا حقيقة بلا رايحين الجزائر جديدة، لازم نروحوا بذهنيات جديدة، بسلوكات جديدة، ومنطق جديد يخلينا احنا مثلا كأحزاب سياسية ناشئة نحس بأن هناك إرادة سياسية حقيقية. الدستور الحالي فيه غياب الإرادة السياسية، فيه أحزاب قديمة كانت نقولوا تمارس دور الكورال السياسي ولا التطبيل السياسي للرئيس المخلوع، وما زالت تقوم بنفس الدور. ما كاش أفق سياسي حقيقي يكرس لوثبة حضارية. هذا الكلام كيف تعلق عليها سيد عبد القادر لك حل، خاصة عندما يقول بأن التعديلات لا تلبي فعلا طموحات الجزائريين ولا تؤسس فعلا، ولا يرى هو حسبه بأننا ذائبون إلى جزائر جديدة؟ نعم الأخ زكي، بالنسبة للدستور سابق لأوانه. على أساس واش؟ على أساس أنه إذا كان رئيس جديد لازم برنامج جديد، مجلس أمة جديد، مجالس شعبية ولائية جديدة. كان من الأولى على المستشارين اللي راهم مع رئيس الجمهورية، لأنه نعرفوا باللي المهمة ما سهلة، أنه يبدأوا بحل المجالس ويروحوا لانتخابات مسبقة. والبرلمان إن شاء الله لو كان كانت لوكا سيستي لوكا هو اللي راح يناقش لنا الدستور الجديد. على أساس واش؟ لأنه علاه الحراك، نقولوا الحراك المبارك اللي راه يقول عليه رئيس الجمهورية على كل حال تاع 22 فبراير، هو اللي حرر الصحافة، هو اللي حرر القضاء، هو اللي اعطى قيمه للانسان الجزائري، هو اللي اعطى اضافه للانسان الجزائري واعطى له قيمه. اذا كان من الاول على رئيس الجمهوريه انه ما يروحش مباشره لتعديل الدستور، يروح لانتخابات تشريعيه مسبقه على راس البرلمان. ولكن بهذه القوانين بهذا الدستور سنفرز ربما طبقه سياسيه جديده كما يقول البعض، سنعود الى الواجهه القديمه يعني او الحاليه، ستحافظ على ريادتها وعلى بقائها وعلى واجهتها. هي على كل حال عندنا ثقه كبيره في رئيس الجمهوريه، على اساس واش؟ اعطانا ضمانات كبيره انه نروح لانتخابات سواء برلمانيه ولا ولائية ولا بلدية نزيهة، لأنه علاه الحراك والشعب الجزائري اليوم راه عنده ثقة في رئيس الجمهورية. لأنه والرئيس الجمهورية هو من بادر يعني بهذا التعديلات. إذا مشى مع الرئيس من باب المجاملة أنه يثق في رئيس الجمهورية، ولكن عمره ما ثق في الطبقة السياسية. على أساس ليس الطبقة السياسية هي من قامت بهذا التعديل سيد عبد القادر؟ التعديل هو العربة. والعربة وليس السياسي. التعديل 2016. ولكن تعديل الدساتير شكون اللي يديرهم؟ يديرهم الشعب اخي الكريم، ما يديروش فرد سياسي ولا قانوني ولا دستوري، يديروا الشعب. لانه طرح على النقاش هذا التعديلات، طرحت للنقاش على المجتمع المدني، على الاحزاب السياسيه، على الشخصيات الوطنيه. المشكل هنا يا زكي، المشكل انه احنا الحراك لا يعترف بالاحزاب، لا يعترف بالتنظيمات، لانه تعديها الزمن ومكان، لانه هذه الاحزاب وهذه التنظيمات كانت عباره عن لجنه مسانده تاع رئيس معين ما. اذا وعلاش خرج الحراك؟ خرج باش يخلق تصحيح الفساد، عداله مستقله، صحافه مستقله، كما اليوم رانا نجو صافي بليزير اللي قالت الحياه راه كاين الراي والراي الاخر، رانا نهضروا بحريه، ما كانش يقول لك واش تقول واش ما تقولش كذا. اذا عندنا صحافه مستقله ورانا نقولوا في الكلام المعقول. كي نروحوا للدستور الحالي، تضخيم بلا معنى، 240 مادة ولا 225 مادة، كانت 240 على كل حال في المسودة، والدساتير الحديثة مختصرة جدا وتهتم بالأساسيات. بالله عليكم، مواد ليست لها أولوية يتكفل بها التنظيم أو التشريع، ما تجيبها لي في الدستور وديها مواد تسمى، كذلك ليست مضبوطة، كذلك عدم وجود تناغم وغموض احيانا في مختلف. اذا احنا رانا نحتفظوا حتى الارقام
الأخ المحترم، الأرقام من المفروض رقم واحد يبقى رقم واحد، والتعديل تاعو يرجع رقم واحد، مش رقم 20 يرجع فيه 40 و40 ترجع فيه 60 وهي رايحة. طيب. إذا ماناش مع السيد توفيق، عندما تقول بأن هناك أولويات والأولى هو يعني تغيير مجالس منتخبة جديدة محلية تشريعية وغير ذلك، ولكن ألا تعتقد في المقابل بأن الأمر أصبح جد متعفن في الساحة السياسية الاقتصادية وغير ذلك، هذا يتطلب له تصحيح المسار على أعلى مستوى، تعديل الدستور هو ما يتطلبه الأمر يعني في 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 الواقع، وأصبح يعني ضرورة مستعجلة بالنسبة للرئيس والسلطة التي تبحث عن متنفس آخر وفضاء آخر غير الذي هو موجود. يعني هو دائما كاين واحد المقولة أنا استحضرها دائما لما قلت لي أنه المجال متعفن، وذكرتني في كتاب سيدي مالك بن نبي رحمة الله عليه العفن. كذلك المفكر علي عزت بيجوفيست يقول مقولة وأنا دائما استشهد بها، عليكم تجفيف المستنقعات وليس قتل البعض. ما يحدث في الجزائر من تعديل دستوري احنا في حركة عزم نشوفوه شكلي فقط وعبارة عن قتل البعض، ولكن العمل الحقيقي الذي كان من واجب الرئيس الجديد والحكومة الجديدة هو تجفيف المستنقعات، مستنقعات الكوطة السياسية، مستنقعات البرلمان الفاشل والفاسد باعتراف أفراده اللي كانوا، سمعنا باللي وصلت للمنصب البرلماني بسبع ملاير وسمعها كامل الرأي العام الجزائري، كما نقولوا تجفيف مستنقعات الكوطة، تجفيف مستنقعات البرلمان الفاسد، تجفيف مستنقعات الأحزاب البالية، هذا لم يتم. ما يحدث في الجزائر يا سيدي الكريم هو عملية جراحية للركبة والمشكلة في الرأس. تعديل الدستور ضروري لأنه الدستور الأخير اللي عدلوا الرئيس السابق ما مر 2016 ما مرش على الاستفتاء الشعبي. لكن نهار نروحوا لتعديل دستوري احنا رايحين على الاقل نروحوا على مستند قوي. يا سيدي نفس اللجنه اللي عدلت 2016 غالبيتها راهم في الـ في الـ في 2020. المواد التي اضيفت قلت دائما بانها تضخيم في المواد وشعبويه ومواد برامج. هذا الدستور الجزائري نقدر نتقبله لو كان رانا خرجنا من الاشتراكيه ورايحين للنظام اخر راسماليه مثلا، لانه هذه الدساتير هي دساتير المنطق الاشتراكي، هي عباره عن دساتير برامج فيها الوعود، فيها الادلاجه، فيها اعطاء كل طرف ما يريد، فيها الاسترضائيه، كيف ذلك؟ هذه عموميات، كيف ذلك سيد توفيق؟ معليش نقول مثلا في مادة من مواد الدستور الإسلام دين الدولة. نعم. أوكي. مادة اثنين. ومن بعد في مادة أخرى نقول لك أنايا حرية المعتقد واعبد ما تريد إلى غير ذلك. الآن منطقيا هنالك تناقض بين المواد. حتى الإسلام يقول هذا الأمر. معليش مانيش مختلف معك بأنه الإسلام لكم دينكم ولي دينكم ولي ديني. ولكن أنا لست مفتيا لأخوض في الجانب الديني والفقهي، ولكن أنايا سياسي وقانوني أحكي لك في القانون. أنت لما تقول للإسلام دين الدولة ومن بعد كي تروح للتشريع وفي المواد تلقى غياب مثلا المادة اثنين وتلقى المادة أخرى تقول حرية التعبد، يعني عبد ما تريد، عبد شجرة ولا عبد حجرة ولا كنبوذي، هنا كاين تناقض. أكثر من ذلك الدستور الحالي كاين حاجة واحدة كان يستطيع من قام بالتعديل أنه يحسس الطبقة السياسية بوجود جديد، ما هي؟ هي الصلاحية الإمبراطورية لرئيس الجمهورية. انت نهار تقرا في الدستور الحالي تلقى بان رئيس الجمهوريه يعين مناصب كثيره جدا، الاكثر حوالي مانيش متاكد من الرقم ولكن حوالي 300 منصب يعينه رئيس الجمهوريه. الان اذا حبينا ننتقل الى دوله المؤسسات حقيقه، انا ارى انه من غير المنطقي انه رئيس الجمهوريه يعين رئيس المحكمه العليا، من غير المنطقي انه رئيس الجمهوريه يعين رئيس سلطه ضبط معينه، انه رئيس الجمهوريه اذا كان الرئيس منتخب من طرف الشعب زكاه الشعب عن طريق الصندوق، اين هو المشكل لما تكون عنده صلاحيات؟ هذا اذا كانت عنده صلاحيات، لانه يعني البعض يقول ما عنده حتى صلاحيات وتم تقليصها وغير ذلك. لا يوجد تقليص الصلاحيات، وحنا هذا هو لازم تغيير الذهنيات في الجزائر، يجب ان نصل الى ذهنيه بان الرئيس والوزير والوالي هم عباره عن موظفين، ولا نقول لك مش موظفين، هم عباره عن خدم للشعب الجزائري، وهذه جميع الناس يتقربوا بها للشعب باننا خدم لكم. يعني انت كي تكون خادم للشعب الجزائري من غير المعقول انك تمسك كل السلطات لديك، واش الفرق بين السلطات اللي كانت عند الرئيس المخلوع عند في النظام الحالي ولا في الدستور الحالي؟ ما كاش.
معليش تعجل لي بعض الوظائف اوكي نقدر نتفاهم في الامن في الامن ولكن انت تروح تتدخل في السلطه القضائيه وتعين رئيس المحكمه العليا ولا تكون انت رئيس المجلس الاعلى للقضاء. هو حامي الدستور. لا هو الاصل انه حمايه الدستور شيء والتدخل السلطه التنفيذيه في السلطه التشريعيه ولا في السلطه القضائيه شيء اخر. ترى تدخل هذه الان لانه رئيس الجمهور هو رئيس السلطه التنفيذيه يعني في اطار النظام الجزائري. لانه حتى النظام الجزائري النظام الدستوري ماهوش واضح يقول لك مثلا تشكيلة المحكمه الدستوريه فقط اعتقد بانه يعين فقط 4 من بينهم رئيس المحكمه الدستوريه في مقابل حوالي 6 اخرون منتخبون 4+1 يساوي 5 وعنده الرئيس و6 اخرون التعيين تاعهم راه في الجزائر اخي زكي ونعلم كيف تتم الامور يعني ما كانش اراده سياسيه حقيقيه للتغيير هذا واش حبيت نقول لا توجد اراده حقيقيه للتغيير نلمسها في الدستور الحالي كان بالامكان خلينا نختم بهذه خويا زكي وقتك الكثير كان بالامكان ان رئيس الجمهوريه يحتفظ بالصلاحيات المهمه ويخلي صلاحيات اخرى لانه احيانا موظف في وزاره يعين الرئيس علاش انت تعين موظف في نائب مدير في وزاره يعين رئيس الجمهوريه هذه امور نص عليها الدستور في الصلاحيات منصوص عليها عمليا موجوده يعني فهذا نرى انه صلاحيه الامبراطوري للرئيس كانت يجب ان تقلص او يمنح صلاحياته نبقى في قضيه الصلاحيات سيد عبد القادر هل اعطى فعلا المؤسس الدستوري صلاحيات واسعه لرئيس الجمهوريه في الباب الثالث في الفصل الاول نتكلم على رئيس الجمهوريه هي بالنسبة لرئيس الجمهورية من المفروض دستورا وقانونا أنه هو الحامي للحقوق وحامي للدستور باعتباره أنه خرج من الأغلبية من رحم الشعب يعني إذن من رحم الشعب ومن الأغلبية خاصة أنه رئيس الجمهورية في الانتخابات المؤخرة دا الأغلبية نعم 50% صوت يعني أو أكثر أنه كانت انتخابات نازحة وقانونية وشرعية وأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة رئيس جمهورية يخرج عن طريق الصندوق وما يخرج عن طريق التصوير وأنا أعي ما أقول هذه أول حاجة بالنسبة للصلاحيات لازم رئيس جمهورية يتمتع بصلاحيات كبيرة ويكون الأنظار تاعو على 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 كافة القضايا اللي تمشي في البلاد لأنه ما يخفاكش حنا بالنسبة لبلادنا راه كاين تحديات كبيرة تحديات خارجية وداخلية كاين ناس راهم ينتظرونا في الخارج نغلطوا باش يفونو سوكسيوني وكاين ناس في الداخل راهم يديروا لنا في النعارات وراهم يديروا لنا في المشاكل ويخلقوا لنا في امور باش يوقع بلبله في البلاد ويوقع مظاهرات وتروح البلاد الى ما يحمد عقبه اذا ما كانش رئيس جمهوريه عنده صلاحيات اذا صلاحيات لمن تعود يتقسمها مع رئيس الحكومه والوزير الاول ومؤسسات اخرى اكيد في الدستور رئيس الجمهوريه عنده الحق انه عنده صلاحيه امبراطوريه لا رئيس الجمهوريه عنده صلاحيات ومن حقه ان يتمتع بالصلاحيات على اساس من بعد يدير رئيس حكومه يكون من الاغلبيه على كل حال اللي تنتخب عن طريق البرلمان وهذه الاغلبيه تمشي برنامج رئيس الجمهوريه لانه علاه انت احنا علاه واش انتخبنا انتخبنا على برنامج رئيس الجمهوريه لانه اعطانا ضمانات لانه قالنا ها كيفاش تكون السياسه تاعي مستقبلا من بين الضمانات حريه الصحافه استقلاليه القضاء بالنسبه لحريه الصحافه استقلال القضاء بالنسبه للناس اللي تهانت وقت العصابه وكذا فصل السلطات رانا نشوفوا اول مره في تاريخ الجزائر المستقله انه نشوفوا وزير عدل في المؤسسه ماهوش بالامر الهين وتحديد وزير العدل ونشوفوا امين عام تاع حزب عريق كجبهه التحرير الوطني في المؤسسه ماهوش بالامر الحين ونشوفوا ولات في المؤسسه العقابيه ماهوش حتى بالك عندنا سنه اخ زكي كنا احنا ما نتخيلوش ولكن انا كمحامي نقول ممكن ماهمش في المؤسسه ممكن مجرد مسرحيه ممكن لخ ولكن هذا هو الواقع قضية ما كان حتى مشكلة لما يكون عنده رئيس جمهورية عنده صلاحيات إمبراطورية انتخبه الشعب ومن حقه أن يكون عنده صلاحيات حتى نسير الأمور عندنا تحديات خارجية تحديات داخلية نعارات كما كان يذكر السيد عبد القادر لماذا هذا التهويل يعني البعض يقول المعارضون يبحثون دائما عن الفلتات هكذا كما يقال لتصيدها لإبراز معارضتهم للسلطة وللنظام ولغير ذلك هذاك أستاذ زكي نوم الله غير ولات عندي حساسية من مصالح برنامج رئيس الجمهورية
لانه سمعتوا بزاف في مرحله وين كان الافق السياسي مغلق تماما في عهد رئيس المخلوع. طيب. ورانا نرى انه نفس الخطاب المستنسخ القديم يلقى بانه اول مره في تاريخ الجزائر وانتخابات نزيهه. وشوف يا اخي العزيز انا مؤمن بشيء، انا مؤمن بشيء، الرئيس انتخب في انتخابات رئاسيه في 12/12، كانت هناك هيئه عليا مستقله، احنا في حركة عزم قدمنا ملاحظاتنا عليها في حينها، قدمنا ما يجب ان يكون في هيئة عليا مستقلة لنظام الانتخابات بان تكون نزيهة حقيقة. الان انا امام امر واقع، رئيس الجمهورية هو رئيس موظف لدى الشعب، خادم لدى الشعب، ان يحوز هذه الصالح منصب، هو منصب، انا احكي على منصب رئيس الجمهورية مش نحكي على الشخص، لكن ان يحوز ايا كان صلاحية إمبراطورية فهذا خطأ. الأصل في الدستور القادم أن يوازن بين السلطات. نقاش مفتوح. خليني نكمل لك جزئية أستاذي وكمل. برك مش من. أنا مازال ما دخلتش. معليش دقيقة فقط. التوازن بين السلطات شيء مهم، مهم جدا. لأنه أنت كي ما توازنش بين السلطات، مد كل السلطات لمنصب رئيس الجمهورية. وبعد البرلمان تخليه برلمان شكلي، إذا لاحظتم مؤخرا البرلمان لم يناقش حتى الدستور. يعني هو برلمان قاصر فكريا ومن ناحية المستوى أن يناقش مسودة مثل مسودة الدستور، لأنه على بالنا كيفاش تشكل. تروح كذلك للسلطة القضائية تلقى بأنه الرئيس يتدخل، فبالتالي المطلوب من الدساتير هو توازن منطقي بين السلطات، وأنه تخفيف صلاحيات هذه اللي سميناها صلاحيات إمبراطورية لرئيس الجمهورية واحتسامها مع الـ أصلا كاين جزء كاين سؤال ويعقب عليه الأستاذ وإشكالية كبير في الدستور الحالي. نعم، يقول لك باللي يودي أغلبية رئاسية وأغلبية برلمانية، هذا الخلط الكبير يحتاج إلى 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 رؤية كذلك. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ. الأخ زكي، احنا المشكل اللي عندنا ماهوش مشكلة دساتير، لأنه علاه الدستور تاع 2016 ولا الدستور الحالي تقريبا هو تكملة وتصحيح بعض الأخطاء. طيب. ولكن ولكن احنا عندنا مشكل تاع تطبيق قوانين، تطبيق الدساتير، لأنه علاه أي شخص عنده الحق يلجأ للقضاء على بالك أستاذنا الكريم ويحرر شكوى وتمشي الدعوة العمومية ويسمعوا الأطراف. وعليها راه عندنا حنا رانا نجوا اليوم خطرات في بعض الأحيان نصيبوا مشاكل وكذا، الأمور ما تمشيش، نجوا للصحافة ونقولوا ها المشكل وها المشكل، على ماش تحرك الدعوة العمومية؟ أي شخص عنده الحق يلجأ للقضاء. والقضاء راه حر. قضية صلاحيات السيد القادر، قضية أين هي التوازن بين السلطات عندما تتكلم على الصلاحيات الإمبراطورية للرئيس كما يذكر سيد توفيق؟ أين هي التوازن بين السلطات؟ راح نوضح. أي حزب، أي تنظيم، أي مجموعة حرة عندها حق أنها تعبر على البرنامج تاعها وكذا عن طريق الانتخابات. الانتخابات راح تفرز نقولوا احنا أغلبية معينة، هذه هي الأغلبية المعينة اللي راهي في الدستور الحالي، راح هي اللي تكون لنا الحكومة، والحكومة هذه اللي هي اللي تسهر على تنفيذ البرامج وتنفيذ القوانين وتنفيذ ما جاء في الدساتير. الخلل والمشكل اللي كاين انه في وقت حالي، يعني في وقت مضى، انه كانت هناك قوانين وكانت هناك دستور، ولكن تطبيق القوانين وتطبيق الدساتير ما كاينش. لانه علاه الطليبه واش يقول له في الجلسه؟ يقول له انا رحت للطرطاق هذا تاع السكيورتي وكذا وقلت له من المفروض تتحرك، من المفروض حتى النائب العام كيدير له شكوى يتحرك الدعوه العموميه ويتبع وقت مضى. ولكن في الظرف الحالي الناس هاي تخاف ولا ماشي تخاف؟ هاي تخاف فعلا، هاي تخاف. تطبيق قانون، اسمح لي ما مسالوا استاذنا الكريم، تطبيق قانون كاين ولا ما كاينش؟ كاين. هيا جيب لي ملف تاع فساد نروحوا نديروا شكوى عند السيد وكيل الجمهوريه تتحرك الدعوه العموميه. ولكن في وقت مضى يا يروح للحفظ يا ما يمشيش كاع. في وقت اذا رانا دخلنا لعهد جديد. هذه هي نظرتي. رانا في عهد جديد. طيب. إيه من حقه. تفضل. شوف، هو العهد الجديد يحتاج الى بوادر ويحتاج الى مشاهد حقيقيه تعبر عن العهد الجديد. انا نقول لك ما كاش افق سياسي جديد، مازالت الساحه السياسيه الجزائريه مسحره، مازال الكورال السياسي نسميه الاراجوز السياسي نفسه، مازالت الاحزاب تاع الحرس القديم نفسها وهي التي تنادي وتطالب بالتصويت على هذا الدستور بنعم. يعني في المشهد السياسي كيشوفوا بحياديه واقعيه ما كاش شيء جديد، هنالك تكرار للممارسات الباليه، هنالك تكرار للمنطق القديم،
صراع تغيير على مستوى الرئاسه، ولكن كي تهبط من رئاسه الجمهوريه ولا من مؤسسه رئاسه الجمهوريه ما كاش جديد. حتى كي نرجعوا للدستور، ماذا بينا نبقاو دائما في نقاش الدستور، حتى كي ترجع للدستور قلت لك صلاحيه الامبراطوريه للرئيس، تلقى كذلك المواد ذات البعد الهوياتي والقيامي، ولا تلقى بلي في بصمه اللجنه هنالك بصمه ادلاجه واضحه جدا من خلال نصوص الدستور. سأعود اليكم الى قضيه النقاط الخلافيه ولكن بعد فاصل قصير لو سمحتم. طيب مشاهدينا، فاصل قصير ثم نعود إلى أسماء حضراتكم لاستكمال هذا النقاش. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج من الحياة، مواصلون دائما الحديث على مشروع تعديل الدستور مع ضيفي الكريمين سيد توفيق هيشور والسيد عبد القادر لكحل. قضية كنا نتكلم على بعض المواد الخلافية، تذكرت أو أشرت إلى قضية الهوية وغير ذلك، ولكن البعض سيد توفيق يطرح سؤال: ألا تعتقد بأن المؤسس الدستوري حاول سحب البساط من طرف بعض الجهات التي تحاول دائما استعمال الهوية الأمازيغية، المجتمع المدني، المرأة وقضية كثير من القضايا من هؤلاء للابتزاز السياسي وغير ذلك والتوظيف السياسي أيضا؟ نعم، هو قضية الابتزاز السياسي في الجزائر لفئة معينة معروفة لن يتوقف. لن يتوقف الابتزاز، حتى لو سحبنا منها جميع، حتى ولو سحبنا كل شيء، أي ممارس للعمل السياسي يتأكد بأن الابتزاز هو منطق سياسي لدى هؤلاء، لأن الرسم موجود خارج البحار. أما القول بأنه هذا ما كنت نقول في البداية، بأنه هذا الدستور حاول يقدم قرابين للجميع، يعني حاب يرضي الجميع، وهذا يتناقض شيء مليح، وهذا لا أنا هذه حاول هذه لا حاول يرضي الجميع. الدستور هو عبارة عن عقد مجتمعي أو عقد اجتماعي جاء لينظم الناس في إطار المواطنة. الدستور أنا قلت سابقا بأن الدستور الجزائري فيه تضخيم كبير في المواد وحتى تناقضات بين المواد. الأصل أنه ننتقل إلى دستور القوانين ويكون عندنا مجموعة من القوانين الواضحة، القوانين الإجرائية اللي نستندوا عليها مستقبلا. تناقض في ماذا؟ ما أعطينا مثلا مادة أو مادتين؟ أنا أعطيت لك مثال سابقا ونرجع لك المادة في مواد الدستور اللي هي مثلا في الدستور الحالي أنا أرى أنه يكرس سميناها للإثنية. وش نقصد بالإثنية؟ مثلا الدستور الحالي يكرس لأنه كاين بلديات بنظام عادي وكاين بلديات بنظام خاص، بعد يحيلك إلى القوانين التنظيمية لتبين لك ما هي البلديات التي تنظم بطريقة عادية والبلديات اللي عندها نظام خاص. يعني ما زالنا بإمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص، لكن سؤال البلديات التي لديها دخل محدود، يعني لكن فقيرة أو ضعيف الدخل. هذا قولك أستاذ زكي، ولكن لا، ولكن أعتقد بأنه استضفت أحد الخبراء هنا في لجنة قال بأنه البلديات الفقيرة ذات الدخل المحدود. هذا الكلام سمعناه ولكن ما طلعناش القانون. احنا في القانون نقولوا باليهودي لا يعذر بجهل القانون. أنا ياك تجيب لي القانون قال يا ودي قادر ديرها في الدستور، قال تحدد البلدية بنظام خاص البلديات اللي عندها كثافة سكانية كذا وكذا وكذا، ولكن انه دير لي في القانون الاساسي، عفوا في الدستور الحالي في المشروع الدستور، بان هنالك بلدية بنظام خاص، بعد يخرج علينا وزير من وزراء الحكومة الحالي ويروح الولاية من الولاية دون ذكرها يقول لهم بلي انتم نعطوكم الاولوية، وفي ولاية اخرى يقوم بتصريحات لا مسؤولة وصارت عليها حملات كبيرة على شبكة التواصل الاجتماعي. نطرح السؤال: ألا يكرس هذا الدستور إلى منطق إعطاء النظام الخاص في تسيير البلديات إلى من يمارس دور الولد العاق؟ الآن والأصل الأصل خلينا نختم هذه، الأصل أن الدستور يكون عقد اجتماعي للجميع يكرس عدالة بين الدولة القانون بين الدولة والمجتمع، يعدل بين الناس. يعني بين الناس. تفضل سيد بالنسبة للمواطن، أنا درتي سونداج، أغلبية الشعب بالك 90% يقول لك ماشي مطالع الدستور. أنا ماشي مطالع الدستور. كيفاش تراك راح تصوت وبعد يقول لك عندي مشاكل هاي وبعد يقول لك أني خدام واحد كذا وهذا. طيب. كذلك بالنسبة للمهنة، أنا في اعتقادي ننتمي إلى مهنة المحامي اللي هي مهنة الرسل والأنبياء. ساركوزي كان محامي، ليتاكين كان محامي. ما عطاتش نقولوا احنا للمهنه في اعتقادي للمهنه اللي انتمي عليها ما عطاتش اقساطها، ما عطاتهاش اهميه. على اساس واش؟ عدم تمثيل المحامي في المجلس الاعلى للقضاء،
وعدم تمثيل المحامين في المحكمة الدستورية وعدم تمثيل المحامين في الهيئة الاستشارية، راحت أكثر أعطت حقوق للقضاة ما أعطت لناش حنا. إذن هذا يعاب على بالنسبة لأولادنا اللي راهم يقراوا كذا، رانا نشوفوا باللي من المفروض يكون هناك حياد المؤسسات التربوية، ولكن خطأ في الدستور، بمعنى أنه يقدر يقرأ طالب في كتاب مدرسي المسيحية يقولوا باللي دين مليح، اليهودية دين مليح، ومن بعد تكون فطرة عنده. كذلك مزدوجي الجنسية يقولك تولي الوظائف العليا في الدولة وترك التفصيل للقانون الذي ممكن هذا القانون العضوي يروح يتلاعب بالناس اللي يتولوا الوظائف متزوجي الجنسية، يسمح لنا واحد نقولوا احنايا كان اجداده ضد اول نوفمبر يكون نقولوا احنا او يهودي يكون في المسؤولية، اذا ما يعاب. كذلك نقطة مهمة اللي رانا نشوفوها عدم دسترة الحرية، اكيد ولكن قيدوها الحريات هذه قيدوها، إذن هذا ما يعاب على الدستور الجديد. بالموازاة رحنا لفصل السلطات، رحنا للعهدة تاع الرئيس عهدتين، رحنا للبرلمان عهدتين منفصلتين، إما عهدة مورا عهدة ولا عهدة وموراها ما يكونش ومن بعد يكون ومن بعد ما يكونش كاع. إذن هذه من بين إيجابيات تاع الدستور الجديد. سيد توفيق، أنت قلت فيما سبق بأن الإرادة السياسية غير متوفرة بشكل كافي. اليوم هناك تصريح لرئيس الجمهورية قال بأن استفتاء الفاتح من نوفمبر هو عودة للشعب ليعبر بصوته. ألا تعتقد بأن هذه قمة الإرادة السياسية بأن تعود الكلمة للشعب ليقرر مصيره سواء بنعم سواء بلا سواء غير ذلك؟ يعني جميل، أنا إحنا في حركة عزم دائما نؤمن بالأفعال ولا نؤمن كثيرا بالأقوال. القول في ظاهره جميل، ولكن الفعل، أعطيني الفعل، الميدان. إحنا في حركة عزم، رانا في الميدان، رانا في الولايات، رانا في مناطق الظل، ولا كما يسموها بعض مناطق الذل اللي يعيش فيها المواطن الجزائري، وين ما كاش إرادة سياسية حقيقية. مازال الناس ولكن بطالة. اتفق سيد هشام بأنه التغيير لا يأتي يعني فجأة، التغيير نشعل الزر يصبح الضوء. يعني معك التغيير لا يناله المستعجلون، ولكن في الدول وكثير الدول يبدأوا تقييم ما أنجزه الرئيس في 100 يوم. احنا يا من 100 يوم كانت كورونا وكانت امور يعني مبررات. هذه مبررات. احنا المجتمع، احنا يعني الاقتصاد العالمي وتضرر. ليش انا معك، احنا الجزائريين حنان بزاف. انت رئيس جمهوريه قدمت المسؤوليه وانتخبك الشعب تحمل مسؤوليتك. الطبقه السياسيه، انت يا مثلا احنا في حركه العزم اسسنا حزب سياسي ودخلنا للممارسه السياسيه، نتحملوا مسؤوليتنا. كامل عندنا تحمل المسؤولية، ولكن الأزمة في الجزائر هي أزمة شعارات. الشعارات هي تبارك الله يا ما شاء الله، ولكن في الممارسة ما كانش تغيير حقيقي، بعيدا على الظروف وكورونا و هذه نحطوها جانبا. احنا نحكيو في ما أنجز. هناك أيضا ثورة مضادة، أكيد. هناك المعرقلون هي الثورة المضادة، هي الثورة المضادة. كي حكيت لي على الثورة المضادة، هي وجود ثورة مضادة لغياب الحسم. لأنه شوف، لو كان وصل بنفس الحسم اللي كان في البداية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولا ما وصلنا إلى حكومة استرضائية وخطابات لمسؤولين استرضائية لهلي فئة معينة. واوا الآن أنا ما أود أن أقوله دائما في 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 صلب الدستور وباش نلقاو في الدستور. كذلك تطرق الأستاذ المادة مهمة هي عدم حياد المدرسة، وتطرق لي هذه ثاني مادة غير مفهومة أنها ديرها في الدستور. فهمني واش معناتها عدم حياد المدرسة. حياد المدرسة عن الأدلاجة قادر تقول لي بلي أنه الإسلام في منظور البعض هو أدلاجة، يعني نخرج الطالب هذا دون توجه، دون كذا. كذلك المواد اللي عندها بعد قيمي فيها الكثير من الالغام. انا سمينا هذا الدستور بانه دستور ملغم. انت كي تقول لي بان مثلا اثنيه اللغه، كي تقول لي اثنيه التنظيم الخاص، راك تفتح لي باب امام الفدراله الناعمه، راك تفتح لي باب امام الاثنيه اللغويه، وهذه كلها فيما ستصب في الانقسام المجتمعي المدستم، ولن تصب في التجميع المجتمعي. قلت فيما سبق أن الدستور عقد اجتماعي يجب أن يضبط العلاقة بين جميع المواطنين والدولة كذلك. هي رئيس جمهورية من يجبش يختم وحده أولا. ثانيا تكلم على الثورة المضادة، يعني الثورة المضادة. والإرادة والإدارة والبيروقراطية.
رئيس الجمهورية دائما لازم له مستشارين، لازم له قوة سياسية قوية لتساندو. احنا كي رانا نشوفوا الشيخ زكي باللي مازال نفس البرنامج، مازال نفس البلديات، ولكن ستذهب هذه سيد عبد القادر بعد التعديل يعني. رانا نشوفوا باللي الناس تروح تدي الاموال تاعها وفي البريد وكذا، ما تلقاها ما تقدرش تلقاها. حتى دخل رئيس الجمهوريه في خطاب سياسي وقال له احنا رانا حين نديروا دي سانكسيون، نعاقبوا الناس اللي ما مش عطاو الاموال. بدات السيوله دوك تمشي. اذا كان عرقله تاع برنامج رئيس الجمهوريه، عرقله كبيره كاع، وهو على كل حال راه يبذل مجهود كبير انه يخرج بالبلاد هذه والعباد بامان. لانه ما يخفاكس الاخ الكريم، انت غير في المنزل، انا مع اولادي ومع الاهل تاعي ممكن نقصر في امور، ما بالك راهي جمهوريه حاكم، نقولوا حنايا شحال من ولايه وشحال من ولي وشحال من وزير. احنا لازم احنا نكونوا رؤساء جمهوريه بحد ذاتنا، لازم الشعب يتوعى، لازم الشعب يتربى. هيا نخرج معاه، تسيب واحد في يبيع في المخدرات، الاخر يسب منا، الاخر كذا. اذا بهذه الطبقه السياسيه وبنفس هذه الادوات سيد عبد، بهذه الطبقه السياسيه وبالادوات هذو ما نروحوش بعيد. رئيس الجمهوريه قال لك ضروري نروحوا للتغيير، وقال لك نحاربوا الفساد ونحاربوا المفسدين والعصابه اللي كانت تحقر في الشعب وتذل فيه، راهي في المؤسسه العقابيه. وحنا لازمنا نروحوا للجزائر الجديده، يكون دستور فيها يعاون الحريات، ونروحوا لبرنامج جديد وبلدية جديدة، ثم نقدروا نحاسبوا الرئيس. ولكن الآن ما نقدروش، لأنه في البداية 9 شهور تاع الكورونا زائد الثورة المضادة، والراجل وين يدور؟ الثورة المضادة ولا كورونا ولا أمور أخرى؟ هذه مبررات يعني. نعم، هذه مبررات يقول لك. لا مش مبررات. المشكل الوبائي اللي مر عليه البلاد، كانت الناس ما تخرجش ما با من ديارها. كانت الناس تطلب يا ربي، وصح الحمد لله يا ربي، ربي جاب كما يقول لك العافيه للشعب الجزائري. طيب احنا بالمناسبه تيسبسيت راهي صفر اصابه، الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله. طيب نعاود نقولوا للسيد يعني قضيه المواد الخلافيه، الا يمكن يعني الان ننظر الى المواد الايجابيه، الى المواد التي تجمعنا؟ لماذا دائما نحاول ننظر الى المواد السلبيه ان كانت سلبيه يعني، والمواد الخلافيه؟ شوف، هو النظر ليس الى المواد الخلافيه ولا المواد السلبيه. انا نقول لك بانه مجرد النظر الى المسار نتاع تعديل الدستور الاعرج، انت ضد المسار ككل يعني، المسار خاطئ تماما. ولما تشوف الطريقه التي اعدت بها هذه المسوده، وتشوف اللجنه التي اعدت والبعد الايديولوجي اللي فيها، ثم تزيد تقرا المواد في المسوده اللي تلقاها مواد كارثيه، ثم تقرا الدستور وتلقى حتى بعض الإحالات خاطئة، مادة تحيلك إلى مادة خاطئة، فهذا أرى أنها مبررة كافية. هذه أعتقد في المادة 94، ولكن تم تصحيحها في الجريدة الرسمية. تداركت. في المادة 94 كانت هناك حسب بعض الفقهاء يقولوا بأنه كانت هناك نعم إحالات خاطئة، ولكن تم تصحيحها في الجريدة الرسمية يعني. طيب هو الأصل أن يقدم الدستور ناضج للنقاش، من غير المعقول تماما أستاذ زكي أنك تقدم لي دستور فيه اخطاء، ما تقول لي لا خلي، علاش هذا العمل خليني نديرها بين قوسين الغير متقن. مش ما نقولش جيت نقول البريكولاج ما قلت ما نقولهاش، خلينا نقول العمل غير متقن. لماذا لا نقدم بمسار سليم وصحيح؟ لماذا لا نقدم دستور الى النقاش بين الطبقه السياسيه؟ كذلك لماذا هذا العزل الكبير للطبقه السياسيه في مناقشه الدستور والذهاب الى المجتمع المدني؟ حتى الاحزاب السياسيه شاركت لا وين شاركت؟ بعثت في الايميل الرسائل تاعها، كيف شاركت؟ هل كاين ندوه وطنيه؟ هل كاين ندوه وطنيه جامعه؟ نشرت القوائم الذين شاركوا في القوائم التي شاركوا، حتى حركه عزم نشروا بانها شاركت وهي عمرها لا بعثت مقترحات رئاسه الجمهوريه. وهل طرى بانه نديروا بريد ايميل ويلا الاحزاب السياسيه بعثوا لنا مقترحاتكم؟ وبعد قيل انه جمعنا 1000 مقترح، اكثر من 2500، اكثر من 2500 رقمي انا راه متواضع بالرقم الاصلي، كان في البدايه 2500. ثم نجد أن المسودة والدستور الحالي ما كاينش تغيير كبير. وعليه اسمح لي استاذ الفاضل، وعليه فأنا أقول
أن الدستور الحالي لا يلبي تطلعات الأجيال القادمة، لا يلبيها تماما، ولا يلبي تطلعات المجتمع الجزائري الذي خرج من أجل الحرية والعدالة واستقلالية القضاء وحرية الصحافة وقبل كل هذا كرامة المواطن الجزائري. والحديث في الدستور بمعزل عما نراه في المجتمع، مثلا أزمة سيولة، روحوا نشوفوا المجتمع، رانا كاع أبناء الشعب الجزائري وفي الجزائر العميقة ونرى الجزائر، الجزائر التي نراها حقيقة لا تعبر عن وجود لا واقع جديد ولا هم يحزن. هي أنا نوجه ندائي للشعب الجزائري أنه يروحوا يدخلوا في المسار السياسي، يروحوا يساهموا باقتراحاتهم مثلا فيما يخص، يروحوا انتهى وقت الاقتراحات، مش اقتراحات الممارسة مشاركة يعني، لا الممارسة انخراط في العمل السياسي. نعطيك مثال، ما كانش انخراط في العمل السياسي، الشعب اللي أبوليتيك، هالمشكلة وين راهي؟ الحركة خرج بقوة بعفوية وسلمية وشاهد له العالم أنه كان في المستوى، ولكن من بعد الناس اللي كانوا في الحركة كشغل فشلوا، كشغل راهم يتفرجوا برك، ولكن هما الفاعلين، الناس اللي كانوا في الحركة، الناس اللي كانوا يطلبوا الذهاب إلى عدالة مستقلة، إلى حرية الصحافة، إلى الفصل بين السلطات، إلى أنهم يصنعوا من الشعب الجزائري. الدستور هل يلبي هذا الأمر؟ قضية الذهاب كاين مواد تلبي، استقلالية القضاء مثلا، كاين مواد تلبي، حرية الصحافة، حرية التعبير، هذا الأمر يلبي كاين صوالح في يلبي يعني في الدستور الحالي. وبالمقابل ثاني كاين بعض المواد اللي داروها اللي ما 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 لا تبت بصيرة لا لحقوق الإنسان ولا. إذن أنا واش بغيت؟ شغل شعب تواق إلى الحرية، تواق إلى أنه يعيش، نقولوا إحنا في مجتمع تسود عادلة مستقلة، حرية صحابة كذا، ولكن داير ثقة في رأسه، ولكن الدستور هذا خيبه. هو المتفق عليه السيد توفيق المشور أنه جميع دساتير العالم، وهناك بعض الدول ليست لديها حتى دساتير وتمشي بالعرف بشكل عادي، المتفق عليه أنه جميع الدساتير لديها ثغرات، لديها أخطاء، لديه يعني الكثير من الأمور ناقصة، ليس هناك إجماع حول جميع يعني الأفراد المجتمع متفقون على دستور معين. لا يمكن أن بناء دستور كامل 100% سيد توفيق هيشور في نهاية المطاف يعني. إحنا أكيد. إلا وتجد شخص يقول لك لا إضافة، ربما إنقاص. لكن المتابع لردود الأفعال تاع الشعب الجزائري والنخب الجزائرية على قلتها يلاحظ بأن هنالك رفض كبير جدا لهذا الدستور. يعني المتابع وهي شبكة التواصل أمام كون روحوا ديروا صبر آراء ولا صبر الآراء هو الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر. لا قبل يعني. ذلك يمكن يعني، لا هو يمكن يعني في كل دول العالم يعني في كل في كل في كل دول العالم كانت مراكز لصبر الآراء لقياس توجه الرأي العام. الان الدستور احنا ماشي نحكيوا على الثغرات البسيطه والمواد البسيطه، هي موجوده، ولكن احنا نحكيوا على ما سميناه بعباره عن 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 الغام، عن الغام مخبأة قد تنفجر في المستقبل. كي نحكي لك على الاثنيه في تسير بلديات لغم قادر ينفجر، كي نحكي لك على الاثنيه في اللغه لغم ممكن ينفجر، كي نحكي لك على حريه التعبد الغير مضبوط في الدستور الحالي لغم يمكن أن ينفجر. فالدستور يجب قبل أن يقدم مواد إجرائية للمجتمع الجزائري يجب أن يصون هوية المجتمع الجزائري، يجب أن يصون دين المجتمع، يجب أن يصون توجه المجتمع الكبير. مثلا الديمقراطية الغربية تجدهم يدينون مثلا بالمسيحية ولكن تمارس الإسلام، تمارس اليهودية بشكل علني عادي، هذه في الديمقراطيات عندهم يعني. شوف أنا الدستور الجزائري لا ينظر إلى الديمقراطيات العالمية ككل يعني بنظرة شاملة، ولكنه ينظر إلى الديمقراطية الفرنسية خصوصا، لأنه أنك تجيب لي عبارة تاع الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية، هي عبارة عن كوبي كولي وحطوها في الدستور. أنت وش أي معليش، خلينا نحكوا بطريقة قانونية واضحة. في الدستور الجزائري الحالي وشنو النظام الرئاسي؟ هل هو رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني؟ مو شبه رئاسي حسب يعني. شبه رئاسي وش علاقة الأغلبية البرلمانية؟ ولا وش علاقة الأغلبية الرئاسية؟ فهنالك خلط حقيقي في 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 فيها خلط كبير في أنظمة الحكم. فبالتالي كان الأولى من الدستور الحالي أن يوضح بطريقة حاسمة
نظام الحكم، لأنه يتوضح نظام الحكم خلاص بعدها يتوضحوا السلطات والفصل بينهم إلى غير ذلك. كذلك الجزئية اللي نشوفها سلبية ونكمل بها هي الفصل بين السلطات، ما كاش فصل حقيقي بين السلطات في تدخل رئيس الجمهورية خاصة في السلطة القضائية في السلطة الشرعية إلى غير ذلك. قضية الخط الكبير في نظام الحكم، خاصة عندما يتكلم مؤسسة سوريا ومشروع هنا على قضية الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية، هذه النقطة كيف تشرحها أنت سيد أو تفسرها؟ نعم، هي بالنسبة لي الأغلبية، هل هناك خلط فعلا يعني؟ أكيد أكيد هناك، على أساس واش؟ لانه عليه رئيس الجمهوريه هذه المره راه يعتمد على الجمعيات والتنظيمات، المجتمع المدني بصفه عامه، المجتمع نقول لك الفرق بين الاحزاب والجمعيات. الاحزاب كيكون عندها الاغلبيه هي اللي راح تكون هي اللي دير رئيس حكومه تحمل الاغلبيه، ولكن نشوفوا باللي التنظيمات والاحزاب السياسيه الطموح تاعها كما نقولوا ماهوش كبير، الطموح تاعها ان تصغر البرلمان. ولكن كذلك ما يعاب انه اذا كانت هناك اقليه، باسكو تكون باسكو ماشي تامة الاحزاب، راح تكون اقليه برلمانيه في البرلمان، اذا ما تكونش عندها تاثير كما الاحزاب. على اساس واش؟ على اساس ممكن اقليه قليله تمرر قانون يكون خطر على البلاد اللي في النهايه ما نقدروش تداركوا، راك فاهمني؟ بمفهوم المخالفه يا استاذ، انه ممكن جماعه قليله تمرر قانون ومن بعد الرئيس ما يقدرش يداركوا في القانون الحالي، لانه عليه في القانون السابق الدستور السابق الاولى يجوز ل10 برلمانيين انهم يروحوا ويطلبوا الغاء قانون وتمشي. ولكن اليوم في الدستور الجديد هذا لا لا، الاغلبيه صغيره في البرلمان هي اللي راح تصيغ القاعده القانونيه وهي اللي راح تمرر القوانين. بالنسبة لي غير واضحة سيد عبد الله، واضحة 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 جدا، أنا ما فهمتهاش واضحة جدا الفكرة تاعك يعني لم تصل بشكل جيد يعني. الفكرة أنا نوضح لك ولكن باختصار لأن الوقت حتى ننتقل إلى النقطة. وقت فات شوية لازم لها شوية وقت فات كانوا الأحزاب حسابينين أفلا الآن عندي حماس هما عندهم الأغلبية في البرلمان، ولكن البرلمان اللي يجي نستشفوه دائما نقول لك أستاذ زكي وكلام يجي يكون أقلية تمثل الأغلبية، بمفهوم أنه تكون مثلا قال هذه الجمعية تاع المستهلك وطنية هي اللي تحوز على البرلمان، هذه جمعية عندك عندي تعقيب برك هذه هي هذه تسيغ القاعدة القانونية. ماهوش تعقيب ولكن كلمة فقط. هو شوف ما لازمش نخوضوا أحيانا في تبرير ما لا يبرر لأنه ما راحش نوصلوا الفكرة نهائيا. أنا حبيت نقول بأنه جمعيات المجتمع المدني هي دورها في المجتمع المدني. أنا في حياتي في كل ديمقراطيات العالم ما شفتش جمعية قامت بإعلان الترشح، يعني الجمعيات راهي دورها في المجتمع دورها في الأساس أنه من يشرع ولا اللي يكون في البرلمان يا إما القوائم الحرة يا إما الأحزاب السياسية. فبالتالي على هذا الأساس قلت بأنه أولا استناد الرئيس في خطاباته مراء عن المجتمع المدني وإلغاء الطبقة السياسية أرى خلل. ثانيا الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية هو عبارة عن خلط دستوري تشريعي حقيقي غير مبرر ولا يمكن تبريره، يعني لأنه يمزج بين نظامين في 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 طيب يخرجنا نظام هاجين غير واقعي. هنا نروح للأحزاب السياسية، لا في منظوري نروحوا للأحزاب السياسية ولكن بناس نظاف. على في الأفلام ما كاش ناس نظاف، في الأراضي ما كاش ناس نظاف، في حماس ما كاش ناس نظاف، في كل الأحزاب كاين رئيس نقول الأحزاب تكلم على قضيه يمكن نروحوا بالتنظيمات محال مستحيل. اول نوفمبر والمجتمع المدني قال بانه دسترت اول نوفمبر والمجتمع المدني. قال الرئيس عبد المجيد تبون اليوم في زيارته لوزارة الدفاع الوطني بانه ازعج هذا الامر، ازعج البعض. شوف هو اول نوفمبر حقيقه يزعج البعض، ولكن بين اول نوفمبر ولا نوفمبر هو يوم جامع الجزائري. انا ما اود ان اقوله في الجزئيه تاع نوفمبر، نوفمبر يوم عظيم ومشوف الحراك والاستفتاء سيكون في اول نوفمبر وهنا انا لا يجب ان الثوابت الوطني اول نوفمبر والثوره وبن باديس والتي نعتز بها وحنا نفتخر ان نقول حنا مع نوفمبر ومع بن باديس ومع الامير عبد القادر ومع زيغود يوسف وبن مهيدي وكل رجالات الجزائر ومع مالك بن نبي ومع
ومع كل رجالات الجزائر، ولكن يجب أن نرفعهم على المزايدة السياسية، لازم أن نرفع ثوبهم على المستنقع السياسي، لأنه استفتاء هو حدث سياسي، هنالك من يؤيده وهنالك من يرفضه، وهذه في النهاية حرية المجتمع الجزائري. إحنا كحركة سياسية عندنا رأينا ووضحناه في خلال، وكان اللي معه وكان اللي ضد، لكن في النهاية يجب ترك أول نوفمبر لإطلاق أول رصاصة ضد المستعمر الفرنسي. في حال ما إذا تم تمرير هذا الدستور، يعني الشعب صوت بنعم، حال المعارضة كيف سيكون؟ حال المعارضة لهذا المشروع يعني، طيب هو هل ستنخرط؟ كيف هو سيكون؟ هو السؤال الآخر نطرحه وندير مدخل. هل حقيقة السلطة الجزائرية أو الحكومة الجزائرية الحالية أو الرئيس الجزائري الحالي مستعد للهزيمة والفشل وقبول إرادة الشارع في حالة قوله؟ لأنه نقول لك علاش، أول نوفمبر هو امتحان ولا الاستفتاء، ما نحبش نسميه أول نوفمبر لأن باش نخلي قدسية أول نوفمبر. الاستفتاء القادم هو امتحان حقيقي للطبقة السياسية وللسلطة. علاش؟ خلوا الاستفتاء يكون بطريقة حرة ونزيهة، وتشرف عليه سلطة مستقلة للانتخابات، لا تقدم تصريحات سياسية. يسمعنا تصريح لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات كأنه مناضل في حزب مولي للرئيس. أنت سلطة مستقلة، خليك سلطة مستقلة، أصر على الاستفتاء، وخلينا نشوف السلطة الحالية إذا تقبل بأن يفشل تعديل الدستور في أول نوفمبر، فإذا قابلت ولكن إذا نجح لا يعني أيضا لا لا إذا صوت الشعب ثوابت. شوف لعبة ديمقراطية دقيقة فقط، اسمح لي، بالنسبة للثوابت أول نوفمبر هي ثوابت تاع تاريخنا وديننا تاع ليلة محمد رسول الله وتاع أنه خرجنا الاستعمار. الإنسان عمره ما يعيش أول نوفمبر قال نحوه على المزايدة، ما نحوش، شوف الأخزاكي أولا أول نوفمبر ما منحوش لأنه اللي يكر أول نوفمبر يكر الشهداء ويكر أسره أولا. ثانيا لا ولم يقل هذا الشيء، أنا ما قلتش هذا الشيء يا أستاذ، لا مش أنا نقول معلش تفضل. ثانيا نقول باللي الطبقة السياسية ياكن نقول الصراحة فاسدة بدليل كاع رؤساء الأحزاب راهم في المؤسسة العقابية. انت تخيل هذه جائزة معظمهم بعضهم في المؤسسة العقابية بالطبقة السياسية الحالية. الرئيس ما يقدرش يروح بالجزائر الجديدة لأنه مازال عنده تفكير تاع فساد وكذا، وكاع الأحزاب إلا من رحم ربي كان داخل في الفساد وفي الريع وشراوا القوائم وباعوا القوائم والشعب شاهد والدولة شاهدة والرئيس شاهد. هذه هي هذه يا زكي، بعيدا عن الشعبوية والديماغوجيا والشعبوية، هذا واقع رانا عايشينه، هذا واقع بعيدا عن الديماغوجيا والشعبوية. حبيت نقول أنه هو نوفمبر تاريخ قدسي للمجتمع الجزائري وقطعة من قلب كل الجزائريين، لا يجب أن نتركه للمزايدات السياسية. والشعب الجزائري في النهاية حر في التصويت بالعمولة، لكن على السلطة هذه أن تكون حقا ضامنة للاستفتاء. السلطة المستقلة، سلطة مستقلة. وإذا اختار الشعب الجزائري أن يكون هذا الدستور في اللعبة الديمقراطية الجميع يجب أن يرضاه، ولكن 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 دون استغلال الموروث المجتمعي الذي نعتز به جميعا في المزايدات السياسية. هذا هو القصد. كاين ناس مازالوا لحد الساعة باغين فرنسا ترجع وعندهم الحنين ناحية فرنسا. نقولوا أنه الشعب الجزائري مسلم وعنده الدين تاعو وعمره ما يرضى بالذل والمهانة، والرئيس ما يقدرش يخدم مع طبقة سياسية فاسدة هو قالها، وإحنا نتذكر ويعول على المجتمع المدني. هذا مرقى، هذا مرقى. قضية دسترة المجتمع المدني كيف ترى سيدة؟ نعم، قضية دسترة المجتمع المدني. إذا جينا للواقع الأخ الكريم، الأحزاب قريبة للمجتمع ولا التنظيمات تاع المجتمع الجديد قديمة؟ المجتمع المدني. إحنا مؤخرا في البانديميا اللي عشناها، شكون اللي كان أقرب رؤساء الأحزاب والمناضلين راكدين في ديارهم ومساكنة تاع الهلال الأحمر والمجتمع المدني يجري في الطرقات وما يدخلش حتى 12 تاع الليل. إذن هما أقرب للمواطن وهما أقرب باش يعرفوا المعاناة تاع الشعب القليل. وكذلك على التكالب على البلاد هذه في 30 ثانية. نعم في 30 ثانية واش نقولوا؟ احنا في المسار الانتخابي تاع الدولة تاعنا نقولوا شعب واحد، جيش واحد، ووطن واحد، من أجل أن الجزائر على كل حال احنا عندنا قدرات شيخ زكي، عندنا من المساحه، عندنا من الزراعه، عندنا طيب من الاموال والموارد الباطنيه
ما نروحوا بعيد 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 اكثر خاوتنا في تونس ولا خاوتنا في المغرب في 30 ثانيه سيد توفيق هيشور في 30 ثانيه واش نقول انه الدستور الجزائري القادم من خلال قراءتنا الاوليه لا يرقى للتطلعات القادمه للمجتمع النضال السياسي مستمر العمل السياسي مستمر النقاشات يجب ان لا تاخذ اي منحه ديماغوجي ولا شعبوي نحكي على السلطه يجب ان تكون في نصابها ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله شكرا. ان شاء الله شكرا جزيلا لكم السيد توفيق هيشور المحامي والقيادي بحركه عزم ان شاء الله والشكر ايضا موصول للسيد عبد القادر لك الناشط الحقوقي والسياسي شكرا جزيلا لك السيد عبد القادر وشكرا ايضا موصول لكم انتم الساده المشاهدين نلتقي غدا ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء.